السيسي ورئيس الوزراء والفريق كامل الوزير. ناقش الرئيس مشكلة في غاية الأهمية متعلقة بالمعديات. تعرفين المعديات اللي في بلادنا وتغرق الناس دي. الرئيس وافق على إقامة كباري ذات حارتين وممشى في كل المناطق اللي فيها معديات على الترع وعلى أفرع الأنهار. هيدفع حوالي 1.5 مليار لإقامة 15 كوبري مبدئيا خلال هذا العام. هذه خطوة مهمة جدا لأنها بتحمي الناس، بتحمي أمن الناس، بتحل مشكلة حيوية خصوصا في القرى اللي فيها مصارف وفيها ترع. احنا بنشكر السيد الرئيس على هذه الخطوة، الحقيقة خطوة